إنجازات كوب 27 بتتحقق وبيتم استكمالها في النسخة الحالية من مؤتمر المناخ. آمال الدول اللي بتعاني من الضرر الأكبر للتغيرات المناخية تم إقرارها بشكل رسمي في تفعيل صندوق الخسائر والأضرار. عملية إقرار الصندوق بدأت في النسخة السابقة من مؤتمر المناخ واللي انعقدت في مدينة شرم الشيخ المصرية. كان الهدف من الصندوق هو خلق طريقة مناسبة وفعالة لتعامل دول العالم مع بعضها في الاستجابة لتداعيات تغير المناخ. الصندوق بيعد خطوة مهمة وإيجابية في تعويض الدول الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية وتخفيف التوترات المتعلقة بالتمويل بين دول الشمال والجنوب. كمان بيفتح الطريق قدام مساحات أكبر للتعاون في نقط مهمة زي الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات الحرارية لتخفيف دورها وأثرها السلبي على المناخ. قرار تفعيل الصندوق بيشمل تعهدات مالية أولية لمجموعة من الدول بتوصل لأكثر من 300 مليون دولار مع اتخاذ خطوات مستمرة لزيادتها في المستقبل. هنكون معاكم في تغطية خاصة ومستمرة لكل مستجدات مؤتمر المناخ كوب 28 من دبي. تابعونا على منصات قناة القاهرة الإخبارية.